الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما الحكم لو دخلنا مقابر الكفار أفنخلع نعلينا أيضا؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأقرب أن لا تخلع وإنما تمشي، لأن هذا من باب تعظيم قبر المسلم تفريعا على تعظيم من دفن فيه من أهل الإيمان والإسلام. وأما قبر الكافر، قبور الكفار، فليست بمعظمة ولا هي حق للتعظيم. فلو مشيت بين قبور الكفار بنعليك فلا بأس ولا حرج عليك.